السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نربط المعلومات اللي عندنا في الفيزيو مع ملف من الاكسل او الاكسس. باجي هنا اقول له كاستم امبورت، وابدا اختار اكسل اكسس شير بوينت اس كيو ال وهكذا. نكست، ابدا اختار الملف بتاعي. نكست، وبختار الورك شيت من قلب ملف الاكسل، وبختار الملفات، وابدا اختار ايه الرول اللي انا عايزها، بقول له نيكست، وبعد كده بقول له فينش. تبدأ تظهر معايا هنا، اقدر اسحب مانوال ده لأي واحدة فيهم على اساس يبدأ يعمل لينك بين المعلومات ديت والمعلومات دي، او اقول له لينك داتا، بقول له كل الاشكال. وبعد كده بختار بقى اني داتا كولوم اللي هربطها بالشيب فيلد، تمام؟ يعني ممكن مثلا تبدأ تختار كده تشوف اني خانة من الخانات ديت هي اللي مرتبطة مع الفيلد اللي موجود هنا. وبعد كده بقول له نيكست، فهو بيقول لي هيبدأ يربطهم مع بعض، بيبدأ يشوف المعلومة اللي موجودة هنا والمعلومة اللي موجودة هنا، ويبدأ يربط المعلومات ببعض، تمام؟ يعني على سبيل المثال الستارت اند ده بداية المشروع اللي هو دوت. لو جيت علمت هنا على داتا جرافيك فيلد هتبدأ تظهر لي، أبدأ أعمل سيلكت فيبدأ يظهر لي المعلومات اللي متخزنة عنده.